المشايخ والوجهاء والأعيان بمحافظة تعز يلتقون اليوم لتشكيل مجلس المشايخ والوجهاء في اللقاء الاستثنائي لحماية محافظة تعز من موجة العنف والاقتتال والفوضى التي تريد أن تكتسح تعز، وخاصة بعد التطورات الأمنية الأخيرة. الهدف الأساسي هو تجميع مشايخ تعز في مكون واحد يؤدي إلى حماية أبناء تعز من المستجدات التي تعصف باليمن. في اللقاء أكد الحاضرون أن أزمة العام 2011 هي من أثار الفوضى في الوطن حتى يومنا هذا، مما أدى إلى ضعف الدولة وضياع هيبة النظام والقانون. أدرك الجميع بأننا خلال 4 سنوات مضت من 2011 حتى اليوم من المكايدات والحزبية أو التعصب والتشدد الحزبي والأحقاد قد أوصلت الوطن إلى ما وصل إليها اليوم. العديد من اللقاءات ومواثيق الشرف التي جمعت مشايخ وأعيان تعز، كل تلك اللقاءات لم تطبق على أرض الواقع. نحن بحاجة إلى تضامن، وإذا لم نتضامن فإننا سنتهاوى جميعا، لأننا أمام مرحلة خطيرة. اتفاق المشايخ والأعيان إلى كلمة سواء، وهي حزبنا تعز ووطننا اليمن، وأن لا شيء يعلو على مصلحة الوطن. هذه الكلمة التي خرج بها هذا اللقاء على أمل أن تطبق في مصلحة الأرض والإنسان. نشوان الظاهر، قناة اليمن اليوم، تعز.